كافانكات تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم إن هذه الليلة وهذا اليوم يذكرنا بوفاة أحد أبطال المغرب وأبطال العالم الرجل الشام مولانا الحسن الثاني رحمه الله تعالى. هذه الذكرى فلها مجد ولها صيت عالمي كما خلده الراحل، فنطلب الله سبحانه وتعالى من العلي القدير أن يرحم هذا البطل، هذا العزيز على شعبه والعزيز على الأمة كاملة. فمولانا الحسن الثاني رحمه الله وطيب الله تراه كان له صيت عالمي كما هو معلوم في جميع أنحاء العالم، فاليوم نخلد هذه الذكرى ترحما عليه بآيات بينات من الذكر الحكيم وقراءة الأمداح النبوية التي تتلى على صاحب هذه الذكرى. كما تقوم الجمعية الناصرية التي هي إن شاء الله صاحبة هذا المشاركة في هذا الحفل الديني البهيج إن شاء الله، فهي تقوم بهذه الذكرى إن شاء الله، ونتمنى من الله العلي القدير أن يتغمد هذا الفقيد بواسع رحمته وشكرا.
والصديقين والشهداء والصالحين، واجزه عنا وعن البلد وعن المغرب وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وكذلك والده محمد الخامس، اللهم اجمع بينهما في رحمتك وفي مستقر رحمتك ونعمتك، مع من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ووفق اللهم مولانا أمير المؤمنين وارث سرهما مولانا محمد السادس، الله وأعنه عليه، اللهم أصلح وأصلح على يديه، اللهم وفقه وحبه وترضاه، اللهم يا رب بارك في عمره وبارك في قلبه وبارك يا رب في سائر أسرته، إنك على ما تشاء قدير، اللهم أتم على يديه ما يصبو إليه من الخير لهذا البلد، اللهم أتم على يديه ما يصبو إليه ويسعى